انا احمد اويس، كليه الهندسه، الفرقه النهائيه، جامعه الفيوم، عن طريق اصحابي وعن طريق بوستات الفيس وهكذا. استفدت حاجات كتير في تركات الديزاين والشوب درايفنج والتندر، يعني كنت داخل ما اعرفش حاجه عن الشوب درايفنج او التندر، كنت اعرف شويه في الديزاين. الحمد لله دلوقتي طالع عن مستواي كويس الحمد لله في الشوب درايفنج وفي التندر وفي الديزاين. راضي عن التدريب بنسبه كام في المية؟ 90%. راضي عن المدربين بنسبه كام في المية؟ 80%. واهم حاجه طبعا الجديه، وان احنا نعمل التاسكات اول باول ونتابع المحاضرات والنصائح اللي بتنزل على الفيس وفي الجروبات والزوم، وان شاء الله يطلعوا اقصى استفاده.